اللي بعده زلابية، عوامات، لقمة القاضي، لؤيمات، دي المسميات بتاعتها. العجينة عجناها، نشوف نعملها ازاي مع بعض سريعا كده. اه حلو الكلام، ونروق الدنيا ونروق الزيت اهو. اللهم صل على النبي. ونجيب معلقة صغيرة عشان حتة الزلابية تطلع صغيرة، ونجيب بولة صغيرة فيها زيت او فيها مية. ليه يا عم الشيف؟ هقول لك دلوقتي حالا. اه ليه؟ علشان تسلك لك العجينة من ايدك. اه واحنا شغالين مع بعض. آه. عجينة الزلابية تتعمل ازاي؟ هو ده الكلام. لا انت جيب لي التخميرة بتاعت الزلابية، جيب لي التخميرة. لو العجينة ما تخمرتش معاك وطلعت فقاقيع بالشكل ده، اعرف ان هي مكتومة. يعني ايه مكتومة يا شيف؟ يعني الخميرة ما اشتغلتش، يعني الخميرة واخدة رطوبة، يعني الخميرة انت حاطة خميرة بعينيكي وشايفاها وحاطة عليها سكر زي ما قال الشيف المغازي، بس ما اشتغلتش. ليه؟ مركونة بقالها فترة عندك في التلاجة او في ادراج المطبخ. الخميرة لو خدت رطوبة بيوقف تعاملها او بتوقف مفعولها. لازم تعرفي ان هي شغالة ازاي. اول ما تحط عليها السكر وتحط عليها مية فارت، تبقى الخميرة شغالة. ما فارتش وادت رغوة، تبقى الخميرة مش شغالة، وهكذا. الخميرة هنا شغالة. اه اه بص الاول نعجنها كده. اه شفت؟ جيب لي التفاصيل دي. الله يبارك لك يا شفيق. اهو غاوي الفسيخ انت. اه اه شفت العجينه؟ اللهم صل على النبي. اه 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 هبطت. اه اه هترجع حته صغيره خالص. اه اه ده اللي انا عايزه. اه قول لنا ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت حطيته في الزيت ده يا شيخ؟ عايز تعرف؟ ها تدفع كام؟ ها ما هاتش معايا. انت كنت فين بقى؟ قول لي اللي انا حطيته في الزيت دي حاجه جديده. يعني انا بحمر زلابيه، ايه اللي انا حطيته في الزيت ده؟ ها ايه؟ نعناع. نعناع يا بتاع النعناع يا منعنع انت، دينا رمضان. اه نعناع فعلا. انا الزيت عندي لقيته شديد الحراره. ست الكل طبعا كلمتني، كلامها الحلو ابهرني، خلى عقلي يغيب. اه عملت ايه يا عم الشيف؟ خدت عود نعناع اخضر من جنبي كده وجيت ضربه في قلب الزيت. ممكن انت تعملي زي برضو، ممكن عندك سلايز ليمون تحطيه في قلب الزيت وهكذا. ممكن تجيبي برتقال وتحطيه في قلب الزيت وهكذا. اهو شفت العجينة بتتحمر وتضرب. صلى على الحبيب قلبك يطيب. اه مقادير الزلابية على الشاشة. قد ايه يا شيف؟ كوبايتين دقيق. كل كوباية دقيق يا ست الكل تاخد معلقة نشا وانت مغمضة كده. كل كوباية دقيق تاخد معلقة نشا. هتجيبي لي كوباية العصير بتاعة القصب بقى الكبيرة والعيار الكبير؟ لا لا لا، الكوباية دي لما تحطي كيلو دقيق في كوبايات يجي أربع كوبايات، تبقى هنا كوباية دقيق. حلو؟ تحطي معلقة نشا. دي المقادير. انا دايما في الحلويات بدي لحضراتكم المقادير بالعيار. حلو؟ وتحطي مع معلقه النشا دي يا عم الشيف رشه ملح صغيره ومعلقه سكر والخميره، وتعجني العجينه بتاعتك بميه دافيه اذا انت مستعجله زي كده، ومعاكي مخرج كده واقف على ايه، يلا 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 وهكذا. اه واتحمرت العجينه اهيت وانا شغال، مع اني بطيء شويه علشان انتوا عارفين بشتغل على الهوا. اه وحريص كل الحرص. بملى الطاسه كده الاول وبعدين اقلب العجينه. اهو شفت الجو ده كده. دايما المعلقه بتنزل في زيت، يا اما زيت حار كده مفيش مشكله، خايف على ايديكي حطها في الزيت البارد اللي جنبك ده زي ما انت عايز. اهو كده كفايه، كده كفايه. أهو. سلك ايدي عشان خلصت. أهو. زي الفل. واشيل ده من هنا. اللهم صل على النبي. وعندي طبق اطلع فيه زي ده كده، وبمغرفه ما عدتش الا على بصل ولا توم. خلي بالك، قول لي بتحب تاكل الزلابيه دي ازاي؟ تعوم في الشربات ولا تغلفها بالسكر البودر؟ اللي يقول لي بيحبها ازاي يتصل بينا ويقول لنا دلوقتي، هنقدمها له زي ما هو عايز. الزلابيه، لؤيمات، لقمه القاضي، العوامات، تحبوا تاكلوها غرقانه وعايمه في الشربات ولا بالسكر البودر عليه سنه قرفه ناعمه؟ الله الله. اه هنقلها على الزيت الشديد ده عشان ينجزني. يلا تحمر، تطلع تلاقي الشربات زي الفل. اللهم صل على النبي. ده شربات اهوت، عياره كالاتي: كوبايتين سكر بياخدوا كوبايه ميه، نص ليمونه، عود قرفه، يغلى على النار لمده 10 دقائق او 8 دقائق. ده الشربات بتاع الزلابيه، هو نفس الشربات بتاع الكنافه، هو نفس الشربات بتاع بلح الشام. اه اه
انا ممكن باكلها بسكر بودر او ان انا احط عليها سكر خشن عادي وهي سخنه، احبها كده. بس لازم تتحمر. معانا شويه الزلابيه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هتقول لي الخضار ده ايه؟ عود نعناع، ده الجديد، دي التفاصيل اللي عندنا اللي بنشوفها على القناه الاولى. احط عود نعناع اخضر لحاجتين، رقم واحد بيشيل الزناخه بتاعه الزيت اذا انت محمره فيه بطاطس او حاجه قبل كده. تاني حاجه بقى والاهم اللي انا حطيته الهدف، ان هدى من روع الزيت. الواحد لما بيبقى عصب بيعملوا عصير ليمون بالنعناع، الزيت لما يعصب هديه بيقعد نعناع اخضر وتحمري فيه اللي انت حباه، بلح الشام او زلابيه او لقمه القاضي.